بعدنا مختلفين اذا الاستثمار بالاسهم والسندات على يبدو. انا ما قدرت اقنعك برايي ولا انت قدرت اقنعتني. دعنا ننتقل الى النفط. هناك حركه ملفته، ناين ماكس كان ارتفع منذ بدايه هذا العام بحوالي 14% تقريبا 13.9، في حين برنت تراجع ب 4%. كيف للمستثمرين الان ان يستفيدوا من هذه الارتفاعات على ناين ماكس والانخفاضات، وخصوصا انه نحن بنعرف يعني كيف ممكن تكون الحركه على المستقبل؟ هذه ملاحظه مهمه جدا، وهي يعني احنا في ما يحدث في اسواق النفط الان إذا يعني arbitrage classic arbitrage اللي هو إنه دائما يعني يكون عندنا عقدين مختلفين يتم التداول عليهم في بورصتين مختلفين، ولكن هما في النهاية نفس الشيء. مثلا قمح من أوكرانيا مع قمح من مثلا كندا، في النهاية نفس الحاجة لكن بيكون في فرق في السعر. هذا الفرق أو هذا الديسكريبنسي يمكن يعني هناك في استراتيجية arbitrage strategy إنه ممكن بالنسبة للمستثمرين أن يستفيدوا، ودائما العوائد بيكون شبه مضمونه almost like a slam dunk يعني. كيف؟ انه دائما يشتروا العقد اللي هو سعره متدني ويبيعوا العقد العالي المرتفع بالضبط، ودائما دائما يحصل يعني ريفيرجن تو ذا مين، انه الفوق العقد الاعلى ينزل والعقد الاقل يرتفع. فاذا اخذنا كما انت تفضلتي الفرق بين ما حدث في برنت من بدايه العام وما حدث في النايمكس كونتراكت من بدايه العام، نجد ان الارباح هي حوالي 10% من بدايه العام، واللي هي تعتبر يعني على الاقل اعلى من السندات الخزانه اللي انت بتحبيها. والاسهم والاسهم بشكل سريع، رايك بالذهب الان، وخصوصا انه على ما يبدو ما يحدث الان هناك تضارب ذهب بالذهب الى ما دون مستويات تقريبا ال 1300 دولار، ما الذي يحدث ما خلف الكواليس، وهل الذهب فرصه استثماريه جيده ام لا؟ انا في رايي ان اي تراجع في الذهب هو فعلا فرصه ذهبيه للدخول وشراء هذا المعدن من مستويات اقل. هناك يعني كل اذا نظرنا الى السنتمنتس الى الحاله النفسيه العامه بالنسبه للمستثمرين على الذهب فلا تعكس الصوره الحقيقيه او الفاندمنتالز بالنسبه لهذا المعدن. ففي رايي اننا في خلال اشهر بسيطه سوف يبدا الذهب رحله بالارتفاع من جديد، مستويات متوقعه 1650 يعني في خلال 3 إلى 4 أشهر القادمة. نعم، أشكرك هذه المشاركة السيد عمر عبدو، رئيس تنفيذي لشركة تداولات الأسواق العالمية تريدسيس. شكرا لك.